أهلا بكم. في أول اعتراف رسمي من طهران، أعلن الرئيس الإيراني المنتهية ولاية حسن روحاني أن إسرائيل سرقت الأرشيف النووي لبلاده خلال العملية التي أعلنت عنها تل أبيب في مايو من العام 2018، قائلا إن السرقة تمت فعليا. وأضاف أكثر من نصف طن من الأدلة تحوي 55,000 وثيقة و 183 قرصا مضغوطا لأبحاث إيران النووية السرية قد تم اختطاف وسرقة من مستودع قرب طهران. وخلال آخر اجتماع للحكومة، كرر الرئيس الإيراني حسن روحاني الانتقادات بشأن عرقلة حكومته من رفع العقوبات وحرمانه من نهاية ولايته الثانية في أوضاع أفضل، وذلك بعدما حمل المرشد علي خامنئي واشنطن مسؤولية توقف مفاوضات فيينا لإصرارها على مفاوضات لاحقة تشمل الملفين الصاروخي والبالستي. ويتولى إبراهيم رئيسي الخميس القادم منصبه كرئيس للجمهورية رسميا خلفا لروحاني. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن على إيران تقبل تصريحات وزير الخارجية دومينيك راب الذي أكد تورطها في استهداف الناقلة ميرسر ستريت وتحمل تداعيات هذا الهجوم الشائع. Commercial shipping, a UK national died. It is absolutely vital that Iran and every other country respects the freedoms of navigation around the world, and the UK will continue to insist on that. وكانت إيران قد حذرت على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة من أنها سترد على أي مغامرة بحقها بعدما اتهمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل باستهداف ناقلة النفط الإسرائيلية في بحر العرب. وأضاف زادة في بيان أن طهران لن تتردد في الدفاع عن أمنها ومصالحها القومية وسترد بشكل فوري وحاسم على أي مغامرة محتملة. للنقاش ينضم إلينا من واشنطن الأكاديمي والباحث المتخصص في الشأن الإيراني دكتور حسن هاشميان. دكتور هاشميان أهلا بك. إذن إيران من النفي عن استهداف السفينة الإسرائيلية إلى التهديد، والآن بلينكن يؤكد بأن إيران هي من نفذت الهجوم على السفينة التي تشغلها شركة إسرائيلية وذلك عبر طائرة مسيرة. ماذا يعني ذلك وماذا ننتظر إذن؟ نعم، تحية لكم وتحية لمشاهدين الأخبارية. طبعا هذا من طبيعة إيران، دائما أن تعمل شيء وثم تستنكر القضية وتنفي القضية بشكل كامل، ولكن هذا ليس له أي قيمة في العلاقات الدولية وخاصة في المواقف التي الآن تطرح من أكثر من دولة. هناك مجموعة من الدول الآن تطرح مواقف، وأيضا الملابسات لهذا الحدث تقول بأن إيران هي التي متورطة في هذه القضية ومن مصلحة النظام الإيراني. هناك أسباب كثيرة من مصلحة النظام الإيراني أن يفعل هذا العمل بهذا الشكل وفي هذا التوقيت.
هناك حكومة جديدة تحدثت وتريد تقول بأنها لا تقبل الأطر القديمة المتعلقة بالمفاوضات النووية وتريد خلق أطر جديدة. أيضا علي خامنئي انتقد بشدة طريقة التعامل لحكومة حسن روحاني مع الملف النووي والاتفاقية النووية، وهو أراد أن يقول نحن لدينا أطر جديدة وتغيير وأسلوب جديد، وطبعا هذه الهجوم هو يأتي من ضمن هذا الأسلوب الجديد. أيضا المسيرات الموجودة في المنطقة الذي استهدفت هذه السفينة هي واضحة إيرانية، ولذلك هناك أسباب أخرى تتعلق بالداخل الإيراني. هناك شبه انتفاضة عارمة تتوسع في كل أنحاء إيران، والنظام الإيراني يريد يخلق أزمة جديدة ومواجهة عسكرية جديدة، ولذلك يصطر إلى دخول في هذه المواجهات بهذا الشكل حتى يحرف المسار الموجود الآن داخل إيران. كل الملابسات، كل القضايا، كل الأدلة تشير إلى أن هذا النظام فعل هذه القضية، ولكن الردود طبعا دبلوماسيا جاءت بعبارة جدا شديدة تجاه النظام الإيراني، طبعا استدعاء السفراء الإيرانيين في بوخارس وفي لندن. وأعتقد الموضوع والأدلة انتقلت إلى مجلس الأمن، طبعا مجلس الأمن سينظر في هذا الموضوع، ولكن بتقدير أن الرد لم يكن عسكري على النظام الإيراني. ربما لكن واشنطن دكتور واشنطن تتعهد برد مناسب على طهران، وهي تقول بأنه تنسق الآن مع شركائها في المنطقة، مع أنه كان هناك هجمات على سفن تجارية وكان هناك ضحايا لهجمات أخرى إيرانية، ولم تتحرك واشنطن يعني بهذه السرعة والقوة. ربما طبعا نحن نعرف أن هناك عامين من المناوشات السفن في الأبحار بين إيران وبين إسرائيل وبين أطراف أخرى، ولكن هذه الهجمة هي هجمة نوعية، طبعا تقتل شخصين وتضرب في مركز السفينة وتستهدف قمرة القيادة في هذا السفينة، يعني كانوا متعمدين لقتل هؤلاء الذين يخدمون في هذه السفينة. ولكن بتقديري أنا الرد سيكون طبعا خارج موضوع مجلس الأمن، هناك تحرك شديد في مجلس الأمن، ولكن خارج هذا الموضوع الرد سيكون إلى انضمام دول جديدة في مراقبة الملاحة في هذه المنطقة، وربما سنشهد انضمام إسرائيل لهذه القضية، والولايات المتحدة تريد تعطي رسالة إلى النظام الإيراني أن إذا أنتم فعلتم بهذه الطريقة نحن لدينا خيارات أخرى، من ضمنه دعوة إسرائيل إلى مياه الخليج العربي وثم انضمامه في مراقبة الملاحة وخاصة السفن الإسرائيلية في هذه المنطقة. طيب. ربما أيضا سنشهد عقوبات جديدة اقتصادية وشبه عسكرية على النظام الإيراني. ابقى معي رجاء دكتور هاشميان، سأعود إليك. في مؤتمر صحفي قبل دقائق اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إيران بتهديد الملاحة البحرية قبالة سواحل عمان، نتابع.
طيب دكتور هاشم، يعني الوضع الداخلي في إيران، هناك نشر البعض رأى متعمد لفيديو خاص بانتقادات خامنئي للتفاوض مع الغرب، توقيته وهل هو تمهيد لرئيسي من أجل أن يحسم هذه المفاوضات، هذا إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال يعني على موقفها السابق قبل توقفها؟ هو المقصود من هذه التصريحات كما تفضلتم وهي نشرها متعمدا بهذا الشكل، الأول هو أن خامنئي يحاول تبرئة نفسه من ما حدث سابقا، يعني يريد يقول أن ما حدث سابقا في موضوع الاتفاقية النووية وتوجهات إيران إلى الاتفاقية النووية والمحادثات التي حصلت والارتباطات بين إيران والولايات المتحدة هو كان بعيدا عنها والحكومة اتخذت هذه القرارات وما شابه ذلك، ولكن هذا ليس صحيحا. خامنئي هو الشخص الأول الذي قرر في هذا الاتجاه وفي المفاوضات، وأيضا هو الذي يقرر بالأول والتالي في هذه القضية. النقطة الثانية من هذا الموضوع ويطرحه خامنئي بهذا الشكل، يريد يقول أن الحكومة السابقة ليس لديها حلول ولا يمكن لها بالطريقة الوحيدة التي كانت تملكها المفاوضات مع الغرب تفتح طريقا لرفع العقوبات، ولكن نحن يعني خامنئي وجماعته والمتشددين وأيضا الحكومة القادمة لإبراهيم رئيسي لديها الحلول، لديها خيارات، ولذلك يعطي إشارة الموالين أولا له وأيضا للشارع الإيراني بأن نحن نملك الحلول ونملك الخيارات ونملك القوة لتغيير هذا الوضع، ولكن الصحيح هو عكس ذلك. خامنئي ليس لديه أي خيارات إلا الدخول في اتفاقية نووية مع الدول الغربية، وليس لديه طريق لرفع العقوبات إلا بعد إبرام اتفاقية نووية وتفعيل هذه الاتفاقية مع الدول الغربية. شكرا جزيلا لك دكتور حسن هاشم من الأكاديمي والباحث المتخصص في الشأن الإيراني.